قرار مجلس الأمن رقم 242 في نوفمبر 1967 بينص على إيه؟ قرار مجلس الأمن. ينص قرار مجلس الأمن على 1. وقف الحرب بين إسرائيل والعرب. بدأت بإسرائيل لأن هي اللي اعتدت على الدول العربية. وقف الحرب بين إسرائيل والعرب. 2. احترام إسرائيل سيادة الدول العربية على أراضيها. يعني السيادة يعني كل دولة تحكم نفسها بنفسها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. يا إسرائيل احترم سيادة الدول العربية على أراضيها، ما تتدخلش في شؤونهم. 3. ده يخص إسرائيل. حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية. زي مين؟ زي خليج العقبة. نفتحه مرة تانية في وجه الملاحة الإسرائيلية.